واحد كان زميلك كان عمال زي فرقع لوز في وسط الملعب بيجري شمال ويمينه في كل حته، عرفته؟ شاكر. شاكر عبد الفتاح. شاكر لما عرف ان انت موجود معانا سجل وقال لك انا عايز اقول كلمتين للكابتن ابو العز. كابتن محمد ابو العز، اللي انا تشرفت طبعا باللعب معاه طبعا في الدرجه الاولى، لحد لما يعني للأسف الشديد هو اعتزل يعتبر مبكرا عن ميعاده نتيجة إصابة. لكن لو حبينا نتكلم على الكابتن أبو العز، كابتن أبو العز نقدر نقول إن إحنا يعني لما طلعنا نلعب مع الدرجة الأولى استفدنا منه ومن خبراته ومن قيادته داخل الملعب. الكورة مش بس إنك بتعرف من فلان أو من علان، بتكتسب منه خبرات في الأداء، في اللعب، في الخطط، في الكلام ده كله. لا، برضو بتتنقل لنا منهم لينا خبرات القيادة داخل الملعب، خبرات التوجيه للاعب اللي أصغر منك لما بيبتدي جيل بيسلم جيل. فطبعا الكابتن أبو العز كلاعب دولي كبير كان له صولاته وجولاته طبعا مع المنتخب المصري، مع طبعا الترسانة، كلاعب، كنجم كبير، وكمدرب. يعني لو حبينا نتكلم على الكابتن أبو العز، أنا شخصيا يعني بتربطني بيه علاقة كبيرة جدا من أول ما بدأت ألعب. كابتن أبو العز بيحمل صفات اللاعب الأوروبي من ناحية البدنية، من ناحية الفنية، من ناحية الخططية، من تنفيذ التعليمات. فدي كلها حاجات مكتسبات وصفات فيه اتنقلت لينا كلعيبة وكزملاء معاه، وليا أنا يمكن بصفة خاصة. كابتن أبو العز لو كان قصة الاحتراف اللي احنا بنسمعها دلوقتي ديت في الزمن ده، كان الكابتن أبو العز يمكن كان يبقى نمرة واحد في مصر كلها احترف بره. ويمكن فاتتني حاجه، ان كابتن ابو العز النادي الاسماعيلي استعان فيه بالبطوله الافريقيه، قعد فتره معاهم لما كانت الكوره واقفه والاسماعيلي لوحده هو اللي كان بيلعب في بطوله افريقيا للانديه، فاستعانوا بالكابتن ابو العز. طبعا دوت كان تقدير كبير لقيمه الكابتن ابو العز، وده يعني بيعتبر كان تقدير لكل لاعيبه الترسانه. كنت بتستريح لشاكر في الملعب؟ شاكر كان يعني ملتزم وبيسمع كلامه وبيجري كتير. الناس كانت بتتضايق من ايه؟ يعني بدل ما تبقى لوحدك بيجي لك واحد، بدل ما تبقى اتنين بيبقى هو ثلاثة. وما كانش كان بيلعب بهدوء ومالوش مطالب. نعم. يعني كان في وسط الملعب ما شاء الله مجهود ومجهود، مع اني كان يشوفوا جسمه لا بس مجهوده وبيسمع الكلام جدا جدا. وبعدين كورته حلوه. طبعا مهارته كويسه. وبعدين انت عايز تشوف في شوطه كابتن.